هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. بفيديو اليوم بدي اعمل شيء غريب. يعني انا عاده بخلط كتير اشياء، يعني بخلط ليبستيكس، بخلط اي شادوز، بخلط هايلايترز، بخلط باودرز، وبخلط فونديشنز. اليوم بدي خلط كل شيء في فونديشنز عندي موجودين بهيدي. هلا انا ما كتير بحط فونديشنز لانه لهم مده وبتخلص، فما في كتير احتفظ بالفونديشنز الا اللي كتير بستعملهم، سو هن هول الفونديشنز كليتهم. اليوم بدي اعمل قدامكم على الكاميرا خلطه فونديشن، فرح خلطهم كليتهم مع بعضهم وحطهم على وجهي واتركهم لساعات هلا بالنهار، وارجع بعدين افرجيكم كيف حيكون الفونديشن مع وجهي، اذا منيح اذا مش منيح. عادة انا هيدي الشغلة بعملها، يعني بخلط 2 فونديشنز او يعني ماكسيموم بخلط 3 فونديشنز، اذا كان اللون اغمق، اذا كانت التغطية مش هي اللي بدي اياها 100%، اذا بدي اياها منها كتير مات ومنها كتير دوي، سو بخلط بيناتهم. بس تخلط كل هول الفونديشنز هي اول مرة رح اعملها قدامكم. عادة بخلط باودرز كمان وبخلط ليبستيكس، كتير بخلط اشياء، بخلط اي شادوز كمان، كتير بحب هيك اكتشف اشياء جديده. فاليوم حبيت اعمل هيدا التشالنج قدامكم. رح نخلط كل هول الفونديشنز وحطهم على وجهي، وجهي مش حط عليه الا موسترايزر وسان سكرين. سو خلينا نبلش بالفيديو. بس قبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لماي شانل اذا كنتوا اول مره عم تشاهدوا القناه، وكمان فولو مي على سناب شات، انستغرام، وفيسبوك. أول شي أنا حاطة موسترايزر وسان سكرين على وجهي. ثاني شي رح أعوز هيدي الكاب الفاضية لأنه بدي أحط فيها الفونديشن بقلبها، وإذا حبيت عشان صير استعملها يعني صير سكرها واستعملها على طول. رح استعمل أكيد السباتولا لأنه في أشياء بدي أشيلهم بالسباتولا. فرح صير حط بامب بامب من كل فونديشن. أول شي رح استعمل الميك اب فور ايفر. هلا في أشياء ألوانها بتكون غير، حأستعمل بامب وحدة فنتي بيوتي، ماك ستوديو فينيش، Maybelline Luminoso. شكله فضل. Revlon Color Stay. Matte Poreless. LA Girl Natural. Maybelline Super Stay. LA Girl Beige. Inglot HD. Makeup Forever Lifting. هذا اللون الفاتح بعتقد. Bourjois Healthy Mix. NYX Total Control كمان رح حط كلها دروب لانه هيدي قد بامب، يعني ديرماكول بس ما رح كتر، رح حط نقطة صغيرة قاسية نقطة حياخد هالقد. اوكي بعد من ميك اب فور ايفر اتش دي ستيك رح اخد طرف من فوق، يعني حقسم الطرف بس هيدا من فوق. من ماك الفول كفرج كمان رح اخد، شوفوا قديش اصلا انا مخصصتهم بستعمله بالشغل كتير، حاخد بس نتفة صغيرة لانه هذا كتير فول كفرج هالقد. ومن كريلون كمان هيدا السي باليت كمان حاخد شوي. خلطت كل الفونديشنز بهيدا الكاب، في اشياء ليكويد، في اشياء كريمي، في الوان مختلفة درجات مختلفة، يعني شي شوي اغمق شي شوي افتح، في شوي شي على اصفر، فحخلطهم كلهم مع بعضهم وحطهم على وجهي. بعد ما خلطت الفونديشن كله رح جربه هلا بهيدا البراش، رح احط على بشرتي. شوف اللون، هذا لونه طالع لون بشرتي. رح احط كم نقطة، رح ادمجه بهيدا البراش من مورفي. فول كفرج، تخطيطه شو قوية. واو غطى يعني كتير حبيت انه تخطيطه كاملة، فيها لمعة بعد على السكن، منه مات بس فول كفرج وغطى كتير منيح، كتير حبيت. سو رح كمل الميك اب.
كملت باقي الميك اب، وهلا رح اترك الميك اب على وجهي شي كم ساعة وارجع لكم بعد شوي لنشوف الفونديشن قديش ضاين على بشرتي. رجعت لكم بعد 4 ساعات تقريبا وانا حتى الفونديشن على وجهي، غيرت طبتي، اكلت بعد الفونديشن مثل ما هو، ما عمل كريسنج، ما فت بالخطوط او راح عن انفي، لانه عادة انا على النوز ما بيبقى فونديشن اذا كان كتير فول كفرج، بيروح على منطقة الانف عندي، فبعده حتى ما عمل اويلي على الجبين، فكتير حبيت بعده البرونزر كونتور هالات مثل ما هو، كتير حبيت الفونديشن، حبيت هيدي الخلطة اللي سويتها، اكيد رح صير استعمله ما بدي يكون عندي شيء بدي فول كفرج، حاستعمل هذا الفونديشن اللي هو خلطة هدى. واذا حابين اعمل اخلط لبستيكس او اخلط هايلايتر او اخلط لوس باودرز خبروني كمان بالكومنتس تحت. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، بليز اذا حبيتوه ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لماي شانل ولايك وشير للفيديو، وفولو مي على سناب شات انستغرام وفيسبوك. انا بشوفكم نيكست ويك بفيديو جديد. ثانك يو فور واتشينج، باي.